المرحلة الأولى بدت يوم 10/7، وكانت مرحلة بالنسبة لي هي جمع معلومات، واقع جديد أنا جاء عليه، ما يجوز أجي أنظر أو أجي أعترض أو أجي أبدي ملحوظة أو أجي وأجي وأنا صار لي 4 أيام. فاستمرينا بهاي المرحلة اللي هي مرحلة الإلمام بكل الأمور. احنا الآن من نتناقش، هذا بداية المرحلة الثانية للإصلاح. اليوم بدأت المرحلة الثانية ولنهاية السنة، ولذلك راح نكون في اجتماعات مكثفة، راح نسمع كل الآراء. وتتذكرون من ناقشنا القانون، ما خليت أحد أبدع عبارة أو مقترح أو رأي إذا ما ناقشناه ووصلنا به إلى القناعة. من نجي بداية السنة، إذا الله خلانا طيبين وإن شاء الله كلكم طيبين ومعافين، راح نصعد الباية الثالثة. يعني ما نظل نروح يوم الثانية. الثانية احنا راح نتناقش خلال أسبوع، خلال 10 أيام، وراها يبدي التنفيذ، وراها يبدي التفعيل. ما أريد أفرط بالآية اللي قرأت لكم إياها وبالآيتين، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. هذا سبحانه وتعالى هو يقول لنا الخالق حتى ما يكون فراد.